هجمات 11 من سبتمبر خطة أن تكون نووية، تفجيرات نووية على الأراضي الأمريكية، اختطاف طائرات مدنية وسفن تجارية ضخمة تحمل مواد لصناعة قنابل ذرية. هذا ما جاء في كتاب مؤلف من 250 صفحة نشره تنظيم القاعدة مؤخراً، يكشف تفاصيل 5 سنوات من الإعداد لهجمات 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة. لكن قبل الخوض في التفاصيل، سنتعرف أولاً على أصحاب هذه الصور. أبو محمد المصري مؤلف الكتاب كان عضواً بارزاً في تنظيم القاعدة وأحد أهم المطلوبين لدى أمريكا، تم قتله في عام 2020. أبو عبيدة البنشيري المسؤول العسكري للقاعدة ونائب أسامة بن لادن. خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 من سبتمبر وصاحب فكرة خطف 10 طائرات دفعة واحدة، اعترف بالتخطيط ل 29 عملية إرهابية أخرى وهو معتقل حاليا في غوانتانامو. والصورة الرابعة لطيار مصري متقاعد. في ثمانينيات القرن الماضي كانت مدينة بيشاور الباكستانية مركزا لاستقطاب المشاركين في القتال ضد السوفييت. هؤلاء كان من بينهم الطيار المصري، كانت لديه خبرة في الطيران الدولي ورأى أن عمره مضى دون أن يقدم شيئا لدينه وأمته، فاقترح فكرة الهجمات بطائرات مدنية. جلس في لقاء مع البنشيري وعرض نفسه على الجماعة لقيادة الطائرات في أي عملية إرهابية ستنفذها القاعدة. نوقشت الفكرة بوجود بن لادن وأبي عبيدة، لكن تم تجميدها للوقت المناسب. لم ترفض القيادة الفكرة، ولكنها أرادت تطويرها بحيث يمكن أن تكون هذه الطائرات سلاحاً لتدمير عدد من المباني ذات الرمزية داخل أمريكا، وحتى يتم ذلك لابد أن يقود الطائرات طيارون تابعون لنا. في تلك الأثناء لم يكن لدى القاعدة طيارون يمكنهم تنفيذ عمليات انتحارية، فبدأت عمليات الانتقاء والاختيار لطيارين يحملون جوازات سفر أوروبية لسهولة دخولهم للولايات المتحدة. عام 1996 كانت البداية الحقيقية للتخطيط والتنفيذ لهجمات 11 من سبتمبر. وقع الاختيار وتم تحديد منفذ الهجوم، عقدت لهم دورات تدريبية دون إعلامهم بهدفها. خالد شيخ محمد كان أساسياً في عملية التدريب، كان يقول لهم إن هذه التدريبات لاكتساب المهارات القتالية، فالتنظيم بحاجة لعناصر تستطيع الاشتباك في الأماكن الضيقة مثل المصعد الكهربائي في إشارة إلى قمرة قيادة الطائرة. كان مشروع خالد شيخ محمد هو خطف عدد من الطائرات الأمريكية وتدميرها في الجو إذا لم تستجب الحكومة الأمريكية لطلباتنا بالإفراج عن الأسرى. جر الولايات المتحدة إلى حرب استنزاف طويلة الأمد كان هو الهدف الصغير لهذه الجماعات، لكن أعضاء بارزين في القاعدة فكروا في هدف أكبر، تفجيرات نووية على الأراضي الأمريكية. المخزون الهائل من الأسلحة النووية داخل أمريكا هو نقطة ضعف كبيرة، إذا استطاعت جماعتنا الوصول إليه وتجريب جزء منه على الأراضي الأمريكية بحيث يجعل من الولايات المتحدة أرضاً غير صالحة للعيش. لكن هذه الخطة لن يتم تنفيذها بسهولة وفقاً لما ذكر الكاتب، لذا كان لابد لتنظيم القاعدة أن يفكر في استراتيجية يصل من خلالها إلى المخزون النووي الأمريكي. الجيش الأمريكي به عناصر من الجارية المسلمة والأفارقة الذين يشعرون بالمهانة والذلة من تصرفات البيض العنصريين، علينا الاستفادة من هذه النفوس المشحونة للحصول على السلاح النووي. كانت هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها قيادي في القاعدة عن هجوم نووي ضد أمريكا، لكن ثمة أفكار انتحارية أخرى أشد إرهابا، فقد أشار الكاتب إلى فكرة توجيه ضربة ضد مفاعل نووي أمريكي عبر طائرة محملة بآلاف الجالونات من الوقود، أو اختطاف سفينة تجارية تحمل آلاف الأطنان من المواد الشديدة الانفجار، ثم التوجه بها إلى أحد الموانئ الأمريكية الرئيسية لإحداث انفجار بقوة قنبلة نووية.